مدير جمعية الخير للتنمية وخريب بالفاع غصدنا الله الفعاليات الموسم الولاية سيدي محمد القراقي اللي تنضمنها دوار وخريب بالفاع بالمناسبة الموسم اللي حيلة مجموعة من الفعاليات منهم تبوريدة قليلة نحن الزرام قيس سهرات حفلات قيس تكريمات للرؤساء الأعضاء المؤسسين لجمعيات الخير المناسبات تقع العمد استثنائية لأنها تشكاد مورا توقف دام 4 سنوات من بعد الجائحة كورونا وكانت الجمعية العامة ترأى باش تسري المناسبة هذه إن شاء الله باش تدعس كعادة سنوية إن شاء الله بشراكة طبعا مع المجلس الجماعي اللي بالفاع بالمناسبة نشكر السيد الرئيس الحسين أزقواغ أعمال الخيرية نشكره جزيل الشكر أحيي جمعية الخير جمعية الخير للتنمية في المقارنة اللي تنظم اللي تيقان المهرجان الطبوريدة بمناسبة الموسم الولي صالح سيدي محمد القراقي الجمعية تقايت الجمعية اللي كان رائدة حماسة الجماعة بالفاع فتنظم جود التظاهرات تقول لها أسكواس باستثناء وسان اللي حل العمال اللي حل كورونا ك الا ادور تنظم الخير هذه استسمح بها حنا جينا من منطقه ديال تيزني ترسموكا وعجبنا الموسم هذا وكل عام كنحضروا ليه وكنشكروا اللجنه المنظمه القوات المساعده الدرك الملكي والصحافه حتى هما واقفين كما سيدي نشكر جمعيه وخريب جمعيه الخير زنتيني نشكر بزاف هاد السنين مير في المهرجان هذا الخير هذه فولكي ثلاث بوريدا الى كل شيء في ربي بنادم هذا التشكر الخير هذه ديني كاع كل شيء ثقافي كل شيء رياضي هو انت عارف نتشكر بزاف تشكر الجمعيه ياد ولا المبكرنس يفولكي تبارك الله الكنين زداغ وخريب يفولكي الخير هذه السوسمه غيعجبها تبارك الله عليهم الدوره ياد تحت شعار التراث اللامادي في خدمة التنمية بطبيعة الحال الخير هذا ركلة زرام لنغيد أجواء أقل ما يقال عنها أنها أجواء رائعة ركلة نتشكر المنبر الإعلامي اللي يشرف نصلحو درنس تيغان جتوكا تي في Yeah, no, he's in the back. He was there.